هاي جايز، وزي ما شفتوا انا اتجوزت وهلا انا بالاوتيل بريحه. ما صورت كتير شغلات من العرس لانه اول اشي كان عائلي، وبسبب الاوضاع بغزه ما نزلت كتير شغلات، سو هذا الفلوج رح ينزل بعد كتير من الوقت. سو هلا انا بالاوتيل بريحه زي ما حكيت لكم، وراح اخدكم معاي بهدول كم يوم اللي انا قاعده فيهم. مش متذكرة بالضبط ايش كنت اصور، بس رح اسكر الفلوج هير، وان شاء الله تكون عجبكم الفلوج تبعي. اذا بدكم تشوفوا فيديوهات اكتر وايش بتحبوا تشوفوا اكتبوا لي تحت بالكومنتس، وما تنسوا السبسكرايب واللايك طبعا، وفولو مي اون انستغرام، هي اسمي هون، وباي.